كما أكد موسى حسين مسؤول وحدة الممرات الخيرية في إدارة الأوقاف الجعفرية على حجم النجاحات التي حققها وما زال يحصلها فريق البحرين في مواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، مشيرا في الوقت ذاته إلى ارتفاع نسبة التزام المواطنين والمقيمين ووعيهم بضرورة البقاء في بيوتهم وأهمية ذلك في قطف العديد من الفوائد الدينية والصحية والمجتمعية على حد سواء. العزل المنزلي هو شيء مطلوب لدينا للحد من هذا المرض، فلذلك العزل اليوم نرى ونشاهد كثير من الأشياء، مثلا هذا الأمر أدى إلى تضامن الأسرة أكثر، والعبادة لا تكون فقط في المساجد، لربما تكون العبادة في كثير مثل في البيت، كثير من عندنا المستحبات يستطيع الإنسان أن يصليها في البيت، قراءة القرآن ومثلا الصلوات الثانية يستطيع الإنسان أن يأتي بها وهو في منزله، وهذا حصن وهذا خندق لكل إنسان لكي يحمي نفسه من هذا المرض. فريق البحرين يعني أبلى بلاء جيدا في هذا الأمر، والحمد لله أرقامنا تبشر بالخير. هذا أولا. ثانيا نحاول أنه نتبع هذه النصائح واحدة واحدة، يعني جدا مهم بأننا اليوم نحتاج أن نحافظ على أنفسنا، سلامة الأبدان خير من سلامة الأديان، فنحافظ على أنفسنا ونتجنب على أساس نصل إلى مثلا يعني أرقام تكون قابلة عالميا. وجودنا الآن في المنازل وبرنامج هذا أن نكون خليك في البيت جدا مهم، الآن مهم بأننا نزرع قيم الدين وقيم الاجتماعية في المجتمع. اليوم كثير من الآباء يجتمعون على مائدة واحدة مع أبنائهم، هذا كان ما يحصل سابقا، الآن فرصة لكي يجتمعون حول مائدة واحدة، يجتمعون حتى نعرفهم الأمور الاجتماعية الاتيكيتات المختلفة، يعني نضبط أبنائنا في هذا الأمر بأنهم نعلمهم مثلا الاعتماد على النفس، نعلمهم بعض الأمور التي يمكن إحنا نغفل عنها ما كان قبل كورونا.